السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. غادي نبقاو في الوصفات السهله والبنينه، والاهم انها كتكون صحيه. الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله هي الصينيه ديال الخضار في الفران، كتجي لذيذه لذيذه بزاف وسريعه التحضير. خليكم على الفيديو. وبالنسبه للخضر اللي غادي نحتاجو، عندنا جوج حبات من البطاطا ومن الباذنجان ومن الفلفله الحمراء ومن الفلفله الخضراء، وكذلك جوج حبات ديال المطيشه وجوج حبات ديال البصله، ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه، جوج معالق كبار مخلطين ما بين القزبر والمعدنوس، عندنا الدجاج، واحد معلقه كبيره ديال معجون الطماطم اللي غادي نديروها في كاس ديال الماء. وبالنسبه للتوابل عندنا الملحه ومعلقه صغيره من الكمون ومن الابزار ومن التحميره، واحد جوج معلقات كبار ديال الزيت البلدي. واول حاجه غادي نبداو بها، غناخدو الدجاج ديالنا غنديرو فيه شويه ديال الملحه، معلقه صغيره تكون عامره ديال لاموطارد، واحد الفص ديال الثومه، معلقه كبيره تكون عامره ديال المعدنوس، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، وكنشرملو هاد الدجاج ديالنا وكنحطوه على جنب على الاقل واحد نص ساعه. بما كنكونو نقينا الخضيره ديالنا كنلقاو الدجاج ديالنا شرب التسبيله ديالو. فوالا، هنايا غادي نقطعوا الخضره على شكل مربعات صغيره، ماشي صغيره بزاف، مي تكون صغيره شويه. وغادي نحطوها في شي بواط اللي تكون كتسد، باش ملي نجيو نشامل الخضره ديالنا كتجينا بطريقه سهله جدا. من بعد ما غادي نقطعوا الخضره كما قلت لكم، غادي نضيفوا عليها الثومه والقزبر والمعدنوس والتوابل كامله وحتى الزيت حتى هي، وكنسدوا البواط ديالنا وكنبقاو نحركوا مزيان حتى كنلبسوا داك الشرموله بالخضره كامله. وهنايا من بعد ما كنكونوا شرملنا الخضيره ديالنا، غادي نفرغوها في الصينيه اولا المول اللي غادي ندخلوه للفران، وغنرجعوا نديروا من فوق من الخضره ديالنا الدجاج. ابخي غادي ناخذوا هذا معجون الطماطم اللي ديجا درناه في كاس ديال الماء، كنحاول انا نفرغوه غير من الجنه، ما نديروهش من فوق من الدجاج.
وهنايا البنات راه غادي نكتفيو غير بهذا الكاس هذا ديال الماء اللي درنا فيه معجون الطماطم، يعني راه كافي لان الخضره كامله غادي تطلق الماء ديالها. دونك غير ملي ندخلو الصينيه ديالنا للفران نحاولوا ان نديرو لها عافيه تكون شويه متوسطه ونشعلو عليها غير من تحت، وكنخليوها كنغطيوها بيان سور بابي الومنيوم وكنخليوها طيب على خاطرها. وغديوتنا هي وجدات، من بعد ما كطيب الخضيره ديالنا كتجي رائعه رائعه وزوينه زوينه بزاف، نتمنىكم تجربوها صراحه كتجي غزاله، والاهم انها سهله التحضير، يعني كتقطع الخضره وكتشرميها وديرها بالفران يعني سريعه التحضير. نتمنى الاعجاب ديالكم. انا كنت حضرتها الغدا رفقتها بشويه ديال السلطه ديال الشمندر اولا الباربا، وكذلك شويه ديال الليمون بالقرفه والخس والزيتون بيان سور، شويه ديال العصير ديال الخيار والخبيز ديال الزرعات. هذا ما كان، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، هذا فيديو جاي ان شاء الله. باي باي عليكم.